يبدأ عبد الجبار السامرائي نهاره باكرا كما اعتاد منذ كان شابا في المهنة التي أحبها وهي الحطابة. تقدم وسائل التدفئة لم يقنع عبد الجبار بترك مهنته التي يحاول أن يورثها لأبنائه مع تحوله ليكون آخر حطاب في سامراء بمحافظة صلاح الدين. ماكو حد غيري سامراء يشتغل هاي الشغلة، كنا ماكو يعني أحد يشتغل بهاي المهنة، فقررت أمتهنها. إلى جانب مهمة جمع الحطب وتقطيعه، يحاول عبد الجبار إحياء مهنة أخرى وهي صناعة الجاون الذي يستخدم لدق اللحوم والبرغل لإعداد الكبة. قديمة هي الشغلة، كانت البيوت ما تستغني عنها. يعني شلون هسه نقول بالبيت ست البيت، قبل الجاون هو ست البيت، فيستخدموه للمدقوقة، يستخدموه للجريش، الكبة والكذا، وهي استخدامات إلى، فحبينا نحيي تراثه. هذا التراث يقول عبد الجبار إنه بدأ بالاندثار في ظل تراجع الطلب على الجاون واقتصاره فقط على فصل الشتاء. هو الطلب عليه بس بالشتاء، بالصيف ما حد يسأل عنه. الناس تلتم بالشتاء يسوون المدقوقة، الأخشاب اللي كانت تجي قبل يسوون منها الجاون ما موجودة هسه. أي خشبة ما بيها فطر نستخدمها. مع الوضع الاقتصادي المتردي في العراق، يحاول عبد الجبار الاستمرار بمهنته رغم كل الصعوبات، متحليا بالصبر حاله كحال كثير من العراقيين الذين يتألمون بصمت في بلد غني بالثروات.